مش يعني استمرار إذن أزمة تفشي فيروس كورونا في العراق مع إهمال حكومي مستغرب معنا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. كل عام وأنتم بخير أستاذ عبد القادر، حياكم الله. إذن في الوقت الذي تهون فيه الحكومة في بغداد من خطر فيروس كورونا وترفع الحظر عن العديد من المحافظات والمناطق، تصرح دائرة صحة بغداد وتؤكد انتشار الفيروس في جانبي الكرخ والرصافة، كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير والمشاهدين الكرام. من المعلوم تماما أن الوضع في العراق حقيقة وصل إلى مرحلة الانهيار، ونحن نشهد انهيار المؤسسة الصحية بالكامل أمام جائحة كورونا، وليس في هذه الأوقات. معلوم تماما أن الحكومة لم تتعامل مع هذه الأزمة العالمية التي انهارت فيها دول متقدمة، لم تتعامل معها فيما يخص مصلحة الشعب العراقي، فتحت الحدود من مصدر الوباء الأصلي وهي إيران الذي انتقل إلى العراق دون أن تسجل في العراق حالات أصيلة أو حالات مثبتة في العراق، كلها جاءت من خلال الانتقال من إيران، وبالتالي معلوم تماما هي تماهت في عملية إغلاق الحدود، وإلى هذه اللحظة يوجد هناك تسريب للحدود لأنه السيطرة من قبل الميليشيات، فضلا على أن النظام الصحي في العراق هو حقيقة متهري، لا يوجد هناك فيه أي بناء حقيقي لأي مؤسسة صحية منذ 17 عاما، هو يعتمد على المؤسسات الصحية الذي بنيت في العراق في عهد الثمانينات، وبالتالي هي أصابها ما أصابها من الوهن طوال فترة كبيرة ومستمرة، فضلا على أنها لم تراعي تجديدها في طوال 17 عاما. على هذا الأساس حقيقة فإن انهيار الوضع الصحي يؤكد على أن الأرقام التي تسير الآن وهي تتسارع في بغداد، وبالمناسبة اليوم تسجل نينوى وانهيار أمني صحي كبير في قضية تفشي فيروس كورونا فيها، بعد أن كانت محافظة آمنة ليس فيها أي إصابات، وهذا يؤكد على أن هناك منهجية في عملية نشر الإصابات في العراق ولا سيما في بغداد. وحتى الخطط الحكومية في عزل المناطق بالكتل الكونكريتية هي لا تخضع لأنهم يريدون حماية المواطنين، إنما تخضع لأنهم يريدون عزل بغداد أمنيا، وبالتالي هم يخشون من تجدد ثورة تشرين بهذا الإطار، لأنه معلوم تماما الشعب العراقي وصل إلى مرحلة اليأس أن هناك يمكن أن تكون إجراءات حكومية تنفع لعملية الحد من إجراءات أو تفشي كورونا، ولذلك ترى الشعب العراقي غير مكترث غير ملتزم بالخطط الحكومية لأنها يعتبرها خطط كاذبة فاشلة لا تستحق الاحترام. إذن يعني مع ازدياد هذه الإصابات يبدو أن القطاع الصحي في العراق كما ذكرتم متهالك ولا يتحمل يعني أعداد كبيرة من المصابين، ولكن أستاذ عبد القادر كثير من الدول حتى دول الجوار منها تركيا وغيرها من الدول يعني قامت بإجراءات فعالة، بناء مستشفيات حتى لو كانت ميدانية، يعني توفير مستلزمات صحية، يعني لكي تواجه هذه الأزمة الصحية. هل العراق بحاجة إلى أموال؟ لماذا هذا التقصير في الجانب الصحي داخل العراق حتى الآن؟ لأن الجانب الصحي عبارة عن أن مؤسسة الصحة ووزارة الصحة تهيمن عليها ميليشيات وأحزاب معلومة هي تسعى لسرقة أموالها، وهي سرقت. معلوم تماما أن العراق كان بحاجة إلى بناء مستشفيات جديدة، اتجهت الوزيرة السابقة في حزب الدعوة والقيادية في حزب الدعوة عادلة محمود إلى شراء في ملايين الدولارات لأحذية طبية، ما تسمى الصفقة المشهورة. لذلك حقيقة كل من جاء إلى وزارة الصحة والوزارات الأخرى هو ذهب باتجاه كيف يسيطر على أموالها، لذلك وزارة الصحة يعني تم تحديد أنها قد استهلكت من ميزانية العراق طوال 17 عاما 40 مليار دولار، هي كفيلة بإنتاج أي مؤسسات صحية وتأسيس يعني في بناء أو تأسيس منظومة صحية يمكن أن تصمد أو تواجه أزمة أو ربما 50%، لكن هؤلاء سرقوا جميع هذه الأموال. والكل يعلم الآن أحوال المستشفيات في بغداد وهي العاصمة التي كانت يشار إليها بالبنان في عملية الطب، وأطباؤها مشهورون على قرون ماضية. اليوم بغداد حقيقة يعني أفضل مستشفياتها تتجول فيها الكلاب السائبة والقطط وغيرها، وبالتالي لا يوجد حتى أسرة للمرضى، وقد رأينا أنه حقيقة
كثير من المصابين، لأن الأرقام المعلنة الحالية هي غير رسمية وغير دقيقة، إنما يتم إخفائها. هناك أرقام أعلى، ووزارة الصحة تعلم أن الأرقام أعلى بكثير وبأضعاف كبيرة، تصل إلى 5 أضعاف مما معلن عليه الآن. لكن الناس لا تذهب إلى المستشفيات لأنه لا يوجد هناك سرير، وبالتالي يموت الإنسان فيها، ولا يوجد هناك إلا يعني كم مستشفى فيه غرف خاصة للعزل. وعلى هذا الأساس حقيقة فإن عملية الكشف وعملية المبادرة ليست هي في حسابات المواطن، وهو لا يطمئن إلى إجراءاتها، لأن وزارة الصحة انتهجت نهجا واضحا لغرض الاعتماد على العلاج وعلى الطب وتصدير السياحة العلاجية إلى إيران، وهو فعل متعمد من خلال الميليشيات والأحزاب التي تهيمن على وزارة الصحة. أخير أستاذ عبد القادر، مع تحذيرات خلية الأزمة النيابية وازدياد أعداد المصابين، كيف تفسر هذا الإجراء الحكومي بإصراره على رفع الحظر وتثبيت الحظر الجزئي؟ هذا يؤكد على أن الحكومة ماضية في عملية قمع ثورة تشرين وتطلعات الشعب العراقي من خلال إصابة الشعب العراقي والتعمد في عملية زج الشعب العراقي في انتشاره بالوباء. وهنا حقيقة نقولها بصراحة، السلطات الحكومية والبرلمانية كلها حقيقة المفروض لا تنادي، المفروض تتخذ إجراءات، لكن هؤلاء ذهبوا باتجاه حقيقة دفع الشعب العراقي للخروج، وبالتالي لم تكن هناك إجراءات وقائية، وهم يتعمدون نشر فيروس كورونا داخل العراق بطريقة واسعة، ويبدو أن هذه أحد خططهم التي يريدون فيها القفز على الملفات الساخنة التي فشلوا فيها. لأنه معلوم تماما عندما تريد أن تفشل في السياسة في الوضع الاقتصادي الحالي، هناك رواتب منهارة، وهناك استقرار لتسديد رواتب، وهناك وضع اقتصادي منهار، وهناك وضع أمني ينهار. بالتالي يريدون من خلال عدة عمليات إشغال الشعب العراقي، إما أمنيا بانهيارات مفتعلة أو بأكاذيب مثل ما ادعوا القبض على قيادي في داعش وهو معتقل من 2019 قرداش، أو ما يحدث الآن من خلال دفع فيروس كورونا لإشغال الشعب العراقي بهذه القضية بغية عدم الالتفات إلى التقصير والحقيقة ما يحدث من أزمات حكومية كبيرة على المستوى العراقي، وهو يعني الدفع باتجاه إشغال الشعب العراقي عن فشلهم الذريع وعمليتهم السياسية التي وصلت إلى أفق وانسداد مغلق تماما. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر الناهل.